السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. والنهارده موعدنا موبايل يعتبر صاروخي من جوانب كتير بصراحه، وبيقدم كميه مهوله من الحاجات قصاد السعر. الجمله دي سمعناها مؤخرا على بعض موبايلات الفئه المتوسطه، ولكن رغم سعر الموبايل ده زي ما احكي لكم بعد شويه الا ان هو يعتبر فلاجشيب متكامل كمان، وفي حاجات كتير مش هتلاقيها في بعض الفلاجشيبس التانية. النهاردة كان مؤتمر شاومي للإعلان والإطلاق الرسمي في المنطقة العربية لموبايلات المي 10 تي ومي 10 تي برو. أنا بقالي فترة قصيرة بختبر وبجربه، وخليني أحكي لكم ليه أنا شايف الموبايل ده فعليا يعتبر حماسي جدا. قبل ما نبدأ يا ريت تنسوش لايك العنيف، يا ريت تشتركوا في القناة وتشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معانا في كل فيديوهات جديدة أول بأول. اسمحوا لي يا جماعة أعرفكم رسميا بشاومي مي 10 تي. وعشان تبقى فاهم قبل ما نتكلم على اي حاجه، الفرق الوحيد ما بين مي 10 تي ومي 10 تي برو موجود في الكاميرا الاساسيه، وهحكي لكم هو ايه بالظبط لما نوصل للنقطه دي، لكن كل حاجه تانية تعتبر موحده ما بين الموبايلين. بدايه مع التصميم، وزي ما قلت لكم في الاول انت لازم تفكر في الموبايل ده على انه فعليا فلاجشيب بعكس ما السعر قد يوحي. الموبايل مصنوع كويس جدا جدا، الوش والظهر هنا مصنوعين من جوريلا جلاس 5، حتى كمان الازاز بتاع الكاميرات جوريلا جلاس 5. الفريم مصنوع من المعدن، وعندك فواصل هنا زي ما انتم شايفين عشان الموبايل ده 5G بطبيعه الحال مع الموبايلات الجديده دلوقتي. والفينش بتاع اللون اللي معاه ده اللي اسمه لونر سيلفر لطيف جدا، شفناه قبل كده من شركات تانية لكن شاومي مطبقه برضه بطريقه ممتازه. ده يعتبر زي ما شايفين بيلمع لكن في نفس الوقت مطفي لما تشوفه كده من زاويه طبيعيه، وما بتعلمش عليه البصمات بنفس الطريقه بتاعت الموبايلات الجلوسي. دي حاجه لطيفه جدا وانا معجب باللون ده. اكيد الكاميرا زي ما شايفين شكلها غريب ومميز كده ومختلف، شكلها لطيف بصراحه، والمستطيل بتاعها مش كبير ولكن ليها بروز واضح عن الظهر. يعني اكيد لو حطيت الموبايل على ظهره على الترابيزه هيرج معاك شويه، لكن شكلها عامه لطيف. وإدار جاي بانحناء على الفريم المعدني هنا اللي جاي جلوسي، برضو جاي بيلمع كده سيلفر، شكل لطيف. وعلى فكره الفريم من فوق ومن تحت مسطح تماما هنا، وده معناه ان المي 10 بيقدر يعمل الحركه اللي انا بحبها لكن هي ملهاش اي لازمه ولا اي استخدام، ان هو يقف على الترابيزه لوحده من غير اي حاجه. موبايلات شاومي اللي فاتت كان معظمها بتيجي مع ايدج في الشاشه، بتيجي مع انحناء بيلف برضو زي الظهر كده على الفريم، لكن المي 10 جاي مع شاشه مسطحه فلات تماما. دي حاجه اظنها تعجب فئه كبيره من الناس، فلما تبص الموبايل من الوش هتلاقي شاشه عملاقه اولموست 6.7 انش، وزي ما قلت لكم فلات تماما مسطحه. الحواف او البيزلز فوق ويمين شمال شكلها لطيف ومتناسقه، عندك بيزل سفليه لكن برضو مش كبيره وشكلها برضو مش سيء اطلاقا. شكل الشاشه عامه لطيف جدا، وعندك فتحه صغيره في الشاشه للكاميرا الاماميه، يعني حجمها فعلا من اصغر اللي شفتهم لحد دلوقتي. مع حجم الشاشه الكبير والفريم الالومنيوم اللي برضو ما يعتبرش رفيع اطلاقا، المي 10 تي موبايل ليه وزن، ليه وزن في اليد كده محترم، يعني تحس انك شايل حاجه كده مصنوعه كويس، وهو فعلا مصنوع كويس جدا، مسكته في ايد ممتازه، لكن ده اكيد مش موبايل صغير باي شكل من الاشكال. زراير الموبايل كلها موجوده في جنب واحد، ودي حاجه مناسبه لحجم الموبايل. زرار الفوليوم كليكي ولطيفه، وزرار الباور هو نفسه البصمه هنا، والبصمه دي صاروخيه جدا جدا جدا، سريعه وكل مره اكيوريت بتشتغل معاك قمه السلاسه، وممكن تبرمجها كمان ان انت بدل اللمسه ممكن تخليها ضغطه لو عايز عشان مثلا ما تشغلوش بالغلط وانت بتطلعه من جيبك او حاجه. على حد علمي مفيش ريتنج رسمي لمقاومه الغبار والميه مع المي 10 تي، ولكن في رابر سيل موجوده حوالين السيم تري هنا، وعلى فكره بتاخد 2 سيم كارد، فممكن برضه يقاوم الميه نوعا ما لكن مفيش ريتنج رسمي. قبل ما ندخل على تفاصيل الشاشه خليني احكي لكم على واحده من الحاجات الممتازه اللي انا سعيد انها موجوده في المي 10 تي، وهي موتور فايبريشن محترم. موتور فايبريشن هنا فعلا ممتاز جدا وبيحسن تجربه الاستخدام على يمكن عكس ما تكون متخيل، بياخدها ليفل اعلى بكتير، بيحسسك فعلا ده جهاز مصنوع بشكل كويس جدا. هنا الفايبريشن عباره عن نبضات كده ونقرات مظبوطه، مش الزنه والاحساس السيء لما تيجي تكتب على الكيبورد. شاومي كمان حطاه كده عامله له امبلمنتيشن في حاجات لطيفه، زي ما تفتح سيتنجز وتسكرول لحد الاخر بتحس كده بنبضه كده كانك وصلت للنهايه فعليا او البدايه برضو. دي حركه لطيفه جدا فعليا زي ما قلت لكم بتحسن تجربه الاستخدام جدا مع الموبايل ده. شاومي بتسميه اكس اكسس لينير فايبريشن موتور، سيبك من الاسم بس دي حاجه من الحاجات اللي لازم تجربها عشان تحس فعليا هي قد ايه لطيفه في الاستخدام اليومي. خلينا دلوقتي بقى نحول على الشاشه، احكي لكم على تفاصيل الشاشه الكبيره دي. شاشه المي 10 تي من نوع اي بي اس، بتدعم الاتش دي ار 10 وبتيجي مع ريزولوشن فول اتش دي بلس. الضوضاء بتاعتها مش سيئه اطلاقا، مفيش اي مشكله استخدامها في اشعه شمس مباشره. انا عارفك ممكن تقول طب ليه اي بي اس، ليه مش اموليد وما اعرفش ايه.
لكن بصراحه مختارين هنا بانل كويسه جدا. البانل ال سي دي هنا الالوان فيها قويه، التشبع بتاع الالوان مش سيء اطلاقا، الكونتراست عالي وكل حاجه فيها واضحه وكلير، حتى زاويه الرؤيه كمان مش سيئه اطلاقا. انا باصص لها دلوقتي بزاويه ومش شايف اي كلر شيفت قوي خالص للالوان، فالشاشه فعلا ممتازه. الفتحه الصغيره اللي في الشاشه كمان بتختفي او بتبلند كده مع اي حاجه بتتفرج عليها ومش بتعترض نظرك اطلاقا، وشكل البيزلز كمان مش سيء. كل ده اكيد كلام كويس لكن عادي، شفناه قبل كده. الحاجه بقى اللي بنشوفها نادرا جدا في شاشه الموبايلات هي الريفريش ريت. هنا مش 60 مش 90 مش 120، الريفريش بتاع الشاشه هنا 144 هرتز. دي حاجه انا جربتها قبل كده على بعض موبايلات الجيمنج، بس اول مره اكون بجربها على موبايل مش بسامي نفسه موبايل جيمنج، والاحساس هنا قمه السلاسه. الشاشه دي سريعه موت يا جماعه، اي حاجه انت بتعملها على الشاشه دي في قمه الطيران، كل حاجه هنا بتطير تحت ايدك، وشعور لطيف جدا وفي قمه السلاسه. اذا انت متعود على 60 ونقلت على 144 انت هتنتقل بتجربتك لعالم تاني اساسا. الكلام ده في اي حاجه انت بتعملها، فاتح ابلكيشنز زي انستغرام سكرول فيها او تويتر، اي حاجه فيها سكرولينج، او حتى كمان بتقلب في الهوم سكرينز بتاعتك او بتقلب في لسته الابلكيشنز فاتحها، كل حاجه هنا طياره صاروخيه فعليا. ده على ريفريش ريت انا جربته على اي موبايل لحد دلوقتي، وصدقني لما تتعود على حاجه زي دي وبعد كده تنقل لموبايل قديم شويه او مع 60 هرتز هتحس ان هو بطيء وتحس ان هو من العصر الحجري فعليا. دي حاجه هتغير جدا تجربه استخدامك للموبايل بشكل كبير. طبعا هي برده بتاكل من البطاريه 144 هرتز، لكن شاومي عاملين حركه ذكيه هنا مسمينها ادابتيف سينك. لما تدخل على السيتنجز هتلاقي عندك الاوبشن انك تختار ما بين 60 90 او 144. طبعا كل ما تقلل بتوفر في البطاريه، ولكن ال 144 هرتز مع الادابتيف سينك ده بيقدر يوطي الريفريش ريت لحد 30 هرتز حسب الحاجه اللي شغاله على الشاشه. فمثلا يعني بتتفرج على فيديو او فيلم مع 30 هرتز، الريفريش بتاع الشاشه هينزل اوتوماتيك ل 30. اتفرجت على فيديو 60 هتعلى ل 60. بتلعب جيم حسب بقى هي بتدعم 90 120 144 هيرفع معاك الريفريش ريت للحاجه اللي شغاله على الشاشه فعليا. وفي الهوم سكرين وفي السكرولنج شغاله دايما على 144 عشان تديك احسن سلاسه. ودي حركه فعليا من اللي انا شفته لحد دلوقتي بتوفر في البطاريه بشكل كبير. في شويه اضافات ثانيه كمان ومواصفات شاومي ضايفاها في الشاشه زي حاجه اسمها MEMC. ده مثلا لو في فيديو شغال عندك بالفريم ريت قليل ممكن يزود الفريم ريت بتاعه فعليا، زي بيعمل كومبنسيشن كده بيحط فريمات في النص عشان يرفعه ليشتغل مع الهرتز العالي بتاع الشاشه. وعاملين كمان امبيانت لايت سنسور 360 درجه، في واحد موجود تحت الشاشه وفي واحد موجود من فوق عشان فعليا يعدل اضاءه الشاشه اسرع وبطريقه دقيقه اكتر. بس ارجع تاني اقول ال 144 هرتز هي عنصر الواو في الشاشه دي هنا، وفعلا احساسها خطير جدا. طيب ايه اخبار السماعات؟ بتتفرج على فيديو بشكل لطيف، طب الصوت عامل ازاي؟ في ال 200 تي عندك سماعات ستيريو وصوتها عالي جدا، عندك سماعه سفليه في الفريم من تحت مكانها لتحت، كان نفسي يبقى لفوق، انا دايما بمسك الموبايل كده. بس حتى اذا كتمت السماعه دي انت عندك صوت عالي جدا طالع من سماعه المكالمات، واللي ليها فتحه ثانيه موجوده في الفريم من فوق، انا مش قادر احدد الصوت طالع من دي ومن دي او من الاثنين مع بعض. ففعليا الصوت من السماعه دي مش مجرد حاجه اضافه للسماعه دي، فعليا تحسه مثلا 50-50، الصوت من هنا عالي جدا، فحتى لو كتمت دي مازال في صوت عالي جدا طالع، واذا مسكته كده طبعا هتلاقي صوت عالي قوي، الصوت كلير وواضح، ما فيهوش نسبه بيس عاليه، ولكن سماعات اكيد لطيفه مع اي حاجه بتشغلها عليها. زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي الامور تمام جدا مع ال 110 تي، ولكن لسه في حاجات ثانيه كمان تعتبر حماسيه في الموبايل ده. بداية مع المواصفات، 110 تي بيجي مع مواصفات بصراحة ممتازة، بيجي مع سناب دراجون 865 7 نانومتر طبعا، بيجي مع 8 جيجا رام من النوع السريع DDR5، بيجي مع ذاكرة داخلية 128 جيجا وبرضه من النوع السريع UFS 3.1. دي أكيد مواصفات فلاج شيب محترم. ضيف على كده كمان بلوتوث 5.1، واي فاي 6، وزي ما قلنا في الأول 5G عشان تاخد سرعات خارقة الإنترنت إذا أنت في حتة بتدعم الـ 5G. وضيف الكلام ده كله بقى مع الشاشه ال 144 هرتز بتاخد هنا اداء قمه السلاسه، فعلا الموبايل ده من اسرع الموبايلات اللي جربتها لحد دلوقتي في اي حاجه. طبعا الكلام ده اكيد بيندرج كمان مع الجيمز، طبعا مش كل الجيمز تدعم الريفريش ريت العالي، لكن الجيمز اللي بتدعمه شكلها بيكون رهيب جدا جدا، كل حاجه سلسه بشكل خطير، هنا مفيش اي تبطيء لا من ناحيه الشاشه ولا من ناحيه البروسيسور ولا اي حاجه في المواصفات، كل حاجه هنا فعلا قمه السلاسه. والجيمز دايما بنختبرها مع بعض زي مثلا كول اوف ديوتي، بتشتغل معاك هنا على الفيري هاي ماكسيمم وكل حاجه في الاوبشنز شغاله، والتجربه الفعليه للجيم اكيد سلسه جدا من ناحيه الاداء، وكمان شكل الجرافيكس ممتاز، فيش اي هنا نغمشه، فيش اي تقطيع، فيش اي حاجه بايظه،
واكيد برضو الشاشه المسطحه بتدي اظن تجربه الطف في الجيمز لكتير من الناس. فتجربه الجيمنج هنا خطيره جدا، وتجربه الاداء عامه في الموبايل ده ممتازه. ال 210 تي بيجي مع ميو اي 12، واللي على فكره في رايي يعتبر ابجريد كبير على الانترفيسز اللي قبل كده بتاعت شاومي. كل حاجه هنا في البدايه كده ما تشوفها تحسها شكلها ستوك. الاب درور اخيرا شغال بشكل كويس جدا، عندك الصفحه بتاعت جوجل على الشمال، حتى الكويك سيتنج شكلها مش سيء اطلاقا. اكيد ده يعتبر في رايي واحد من احسن الابجريدز اللي عملتها شاومي في عالم السوفت وير والسكنز بتاعتها. طبعا اداء قوي من غير بطاريه قويه، يعني ما عملناش حاجه، ولكن ال 210 بيجي مع بطاريه 5000 ملي امبير، حجم ممتاز جدا، يمكن عشان كده الموبايل وزنه تقيل شويه، وانا لسه ما اقدرش احكم عليها 100%، ولكن انا شفت لحد دلوقتي نسبه البطاريه بتقل بنسبه يعني بطيئه جدا فعليا، دي حاجه كويسه. اتوقع الموبايل ده بسهوله يعدي معاك اليوم الكامل ويدخل في اليوم الثاني كمان. ضيف على كده كمان معاك شاحن سريع جوه العلبه، الشاحن ده على فكره 33 واط، بيشحن لك البطاريه ال 5000 ملي امبير في حوالي ساعه الا شويه، ودي حاجه اكيد لطيفه. وعلى فكره كمان جوه العلبه بيجي كيس شكلها كول مكتوب عليها شاومي، وانتي بكتيريال كمان عشان الاجواء اللي احنا فيها الايام دي. كده يبقى بقينا نتكلم على الكاميرات، ودي برده ما لحقتش اجربها لفتره كافيه بصراحه عشان انا زي ما قلت لكم قبل كده محبوس في البيت حاليا، ولكن خليكم على المواصفات واقول لكم عن تجربتي القصيره معاها. هنا عندك ثلاث كاميرات، الكاميرا الاساسيه هنا اللي قاعده في مربع لوحديها دي 64 ميجا بكسل مع فتحه عدسه f1.8، تحتيها كاميرا الترا وايد 13 ميجا بكسل، وتحتيها كاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل. الفرق الاساسي بس زي ما قلت لكم في الاول ما بين النسخه دي ونسخه البرو ان الكاميرا الاساسيه في نسخه البرو 108 بدل 64 ميجا بكسل. من تجربتي السريعه مع الكاميرات، تبدو كاميرا ال 64 ميجا بكسل بصراحه كويسه جدا، فيها تفاصيل كتير، فيها شاربنس عالي، والالوان كمان شكلها مش سيء ابدا، وواضح ان في نسبه اتش دي ار برده مش سيئه اطلاقا. ما عندكش هنا زوم، ولكن تقدر تعمل ديجيتال زوم 2x، وعشان هي 64 فممكن فعليا تاخد تفاصيل كويسه حتى لما بتعمل كروب في الصوره. كاميرا الالترا وايد التفاصيل فيها اقل اكيد من الكاميرا الاساسيه، والديناميك رينج يبدو برضو مظلم شويه، في تفاصيل في الظل بتروح، ولكن السيل بيطلع لك فيو شكله لطيف جدا. انا ماليش قوي في كاميرات الماكرو، ولكن المميز في كاميرات الماكرو هنا ان هي 5 ميجا بكسل مش 2، وفيها اوتو فوكس، ودي حاجه كويسه فعليا عشان تقدر تعمل فوكس على الحاجه القريبه اللي انت بتحاول تصورها، وممكن فعلا تطلع منها شويه شوتات فنيه اذا انت غاوي هذا الموضوع. كاميرا السيلفي هنا 20 ميجا بكسل بتطلع تفاصيل مش سيئه، ولكن الهايلايتس بتضرب شويه لو في دنيا منوره وراك، لكن مازال التفاصيل في وشك انت كويسه، والتعرف على الحدود في نظام البورتريه فيها برده مش سيء ابدا، في غلطات بسيطه لكن شكل الصوره عامه كويس. الحاجات لطيفه كمان في ال 210 تي انك تقدر تصور فيديو 8K 30 فريم في الثانيه اذا عايز، طلع تفاصيل رهيبه جدا انك تطلع الصوره مهزوزه ما فيهوش ستابلايزيشن شغال، لكن ال 4K الصوره فيه ستابلايز بشكل كويس جدا. عامه تابعوني على السوشيال ميديا الايام الجايه ان شاء الله عشان بنقل لكم تجربه اكتر ومكثفه اكتر للكاميرات مع ال 210 تي. لكن بشكل عام الموبايل ده بصراحة مكتظ بالحاجات الكويسة جدا، والحاجات اللي فعلا متتوقعش انها تكون موجودة في السعر ده اطلاقا. انا ما قلتلكوش على السعر لحد دلوقتي صحيح. النسخة اللي معايا دي من ال 210 تي سعرها حوالي 1800 درهم، يعني اي معدل تقريبا حوالي 490 دولار. ده سعر كويس جدا على كمية المواصفات الموجودة هنا. من غير تفكير كتير ال 210 تي اكيد زي ما شفتوا قنبلة مواصفات، من الشاشة السريعة جدا للبروسيسور القوي لباقي الحاجات الخطيرة اللي اتكلمنا عليها. اكيد اذا بتفكر تشتري موبايل في رينج السعر ده لازم اكيد يكون في بالك. اظن البري اوردر كمان عليه جوائز، ودي حاجه اكيد الطف والطف، وهسيب لكم لينك للبري اوردر موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس اكيد 210 تي موبايل شرس جدا من شاومي. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، وبس لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك عنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان معانا في كل الفيديوهات الجديده اول باول، يا ريت كمان تتابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر، رابط كده تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام.